سلطان القاسمي يمنح أندية الإمارة صاحبة الإنجازات 3,270,000 درهم ويعتمد 500 منحة للمتفوقين للالتحاق بجامعاتي الشارقة والأمريكية. محمد بن زايد يجري محادثات مع رئيس وزراء الهند حول علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والقضايا الدولية. مراكز التسجيل في الدولة تبدأ استقبال المرشحين لعضوية المجلس الوطني، والشارقة تستقبل 22 مرشحا منهم 3 نساء وفاقدا للبصر. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام، أحييكم أنا إبراهيم المدفع لأقدم لكم أبرز المستجدات على الساحة المحلية، فأهلا ومرحبا بكم. ننطلق وإياكم من الميدان الرياضي، حيث أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمكرمة مالية مقدارها 3,270,000 درهم لمكافأة الأندية صاحبة الإنجازات والبطولات للموسم الرياضي 2014-2015. ولقد شملت هذه المكرمة أندية الشارقة والشعب واتحاد كلباء والخليج والحمرية والبطائح والثقة للمعاقين وخرفة كان للمعاقين والشارقة الثقافي للشطرنج والشطرنج والثقافة للفتيات والشارقة الفروسية والسباق ونادي سيدات الشارقة. وتأتي المكرمة ترجمة لما يليه سموه من رعاية وتشجيع لجميع الأندية الرياضية ومنتسبيها من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية. وعلى الصعيد الأكاديمي، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قوائم المنح الدراسية لعام 2015-2016 للطلبة والطالبات المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية في الإمارة بإجمالي 500 طالب وطالبة. وأشاد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيهات وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للطلبة وخاصة المتميزين وتخفيف الأعباء عن الأسر وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير أفضل الفرص التعليمية بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل خاصة في التخصصات الفنية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وذلك بهدف تنظيم الرسوم التي تستوفيها نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تعرض عليها. ومنح القانون سمو رئيس المجلس التنفيذي صلاحية تعديل المرسوم المعتمد أو الرسوم المعتمدة بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. في العاصمة أبوظبي أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محادثات مع معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال سمو ولي عهد أبوظبي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه تحافظ على النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله وتعززه بعلاقات متميزة ومتنوعة تخدم القطاعات الاقتصادية والتنموية والتجارية والثقافية والسياسية كافة، خاصة وأن للهند مكانة ودورا هاما على الساحة الدولية وتتمتع بتطور في المجال الصناعي والتقني. وأكد سموه حرص دولة الإمارات على إعلاء قيم التسامح والتعايش وتشجيع التفاهم والحوار والتقارب والانفتاح على الثقافات الإنسانية المتنوعة. وأعرب سموه عن تطلعه لمواصلة الهند دورها مع المجتمع الدولي لحل العديد من القضايا ذات الأهمية لأمن واستقرار وتنمية المنطقة. وفي هذا الصدد شدد الجانبان على أهمية أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده الرامية في تحقيق السلام والأمن والتعايش المشترك لدول وشعوب المنطقة، وندد بالتطرف والعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور الجالية الهندية ومساهمتها في تنمية قطاعات عديدة في الدولة وهو محل كل تقدير. ورحب سموه بتفعيل الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات جديدة وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بما فيها السياسية.
هذا وكان معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة قد وصل إلى البلاد عصر اليوم في زيارة رسمية للدولة تستغرق يومين. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبل معاليه. وعلى أرض المطار جرت مراسم استقبال رسمية تبعتها مصافحة كبار الشخصيات من الجانبين من شيوخ ووزراء ومسؤولين، وفي مقدمتهم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. وتعقيبا على زيارة رئيس وزراء الهند، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن الزيارة تأتي في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بدفء لم تشهده من قبل في تاريخها الطويل، مؤكدا أن الزيارة تعتبر ذات أهمية استراتيجية للعلاقات الثنائية، إذ تأتي في أعقاب تعاون متنام في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والدفاع. وأضاف سموه أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 60 مليار دولار، وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات التي تحتل بدورها المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للهند. وقال سمو وزير الخارجية إن دولة الإمارات تثمن عالي المساهمات الهامة لأفراد الجالية الهندية الكبيرة العاملة في الدولة في الاقتصاد والمجتمع المحلي، وأشار إلى أنه جويا يرتبط البلدان بأكثر من 950 رحلة طيران أسبوعيا، معربا عن تطلعه إلى تسهيل الحركة بين الشعبين على نحو أكبر في الأعوام المقبلة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات تتطلع إلى عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في الثالث من شهر سبتمبر من العام الجاري، والتي من المتوقع أن تتيح دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وأوضح سموه أن هناك فرصة قوية للتعاون الأمني بين دولة الإمارات والهند في مجال مكافحة الإرهاب خاصة البحرية. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات غذائية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء نتيجة الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن. وصلت اليوم سفينة الإغاثة الإماراتية إلى ميناء عدن بالجمهورية اليمنية وعلى متنها 4000 طن من المواد الغذائية والتموينية لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. وتأتي السفينة في إطار الجسور الإغاثية الإنسانية والبحرية والجوية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. أخبار دار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل. الأرشيف الوطني الإماراتي يوقع اتفاقية ترميم مكتبة متحف نابليون في إيطاليا. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. جميعه وتعزيز الانتماء الوطني، نحو هذه الأهداف بدأ المشوار إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. مئة واثنان طلب ترشح في جميع إمارات الدولة هي حصيلة اليوم الأول لإعداد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى مراكز التسجيل التي بدأت اليوم استقبال المرشحين، حيث تفقد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات 2 من اللجان في دبي وأبوظبي. استحقاق آخر في طريق الالتصاق بقضايا الوطن، ومرحلة جديدة في التمكين السياسي للوصول لمجلس يرسخ قيم المشاركة ونهج الشورى. هكذا يمكن وصف مرحلة بدء الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي انطلقت في جميع مراكز إمارات الدولة، والتي حظي اثنان منها بزيارة لمعالي الدكتور أنور قرقاش رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وهما لجنتي دبي وأبوظبي. اليوم الأول للتسجيل، تسجيل المرشحين، الإقبال مشجع
لكن ما زلنا يعني مرحلة تسجيل المرشحين 5 أيام، فهناك مثلا من يأتي ويدقق في الأوراق ويعرف أن هذا اللي مطلوب منه. لكن عندنا اليوم يعني حالات مشجعة لمرشحات، أول مرشحة في دبي، أول مرشحة في الشارجة من المواطنات، يعني هذا مشجع. أعتقد في إقبال جيد، العملية تسير بطريقة مشجعة وجيدة. وكان أيضا عندنا تسجيل أيضا مبكر لمرشحين مسافرين، لكن من خلال وكالات أعطوهم، فنظام أيضا وكالة ماشي حسب التوثيق. فالحمد لله عملية جيدة، ونتوقع أيضا ازدياد عدد المرشحين خلال الأيام المتبقية. هذا واتسمت آلية تلقي طلبات الترشح في لجنة إمارة دبي وتحديدا بمركز دبي التجاري العالمي بسهولة وسرعة في الإنجاز، حيث إن مدة التقدم بالطلب لا تتعدى 10 دقائق من وقت وصول المرشح لمكتب الاستقبال. نحن في لجنة الإمارة جهزنا كل الأمور المتعلقة بالتسجيل، سواء كان من أول ما يوصل استعلام عن المعلومات اللي يطلبها التسجيل، وكذلك إجراءات التسجيل الداخلية إجراءات سهلة وطبعا خطوات جدا بسيطة. من بداية ما وصلت المركز اللي موجود نحن فيه الحين، صراحة الجماعة ميسرين الأمور بطريقة سلسة جدا، يعني ما شاء الله عليهم كإدارة، إدارة وتنظيم ناجحة صراحة، جدا ناجحة. ومن دبي إلى العاصمة أبوظبي، حيث تفقد معالي الدكتور أنور جرجاش سير عملية استقبال طلبات الترشح في لجنة التسجيل بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث حظيت العاصمة أعلى نسبة تسجيل في اليوم الأول بوقع 24 مرشح من بينهم سيدتان، فيما بلغت إحصائية اليوم الأول لتسجيل المرشحين في كافة مراكز الدولة 9 طلبي ترشح من بينهم 14 سيدة، ليستمر التسجيل حتى نهاية الأسبوع وترقب إعلان القائمة الأولية للمرشحين في 23 أغسطس، على أن تعلن القائمة النهائية في 31 من الشهر نفسه. هذا وفي الشارقة، زار الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بمقرها في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث استقبلت اللجنة 22 مرشحا منهم 3 من العنصر النسائي وحالة من فاقدي البصر، كما وسجلت اللجنة حالة ترشيح بالوكالة القانونية. منذ ساعات الصباح الأولى، مشوار الطريق إلى ماراثون الانتخابات الديمقراطية للمجلس الوطني الاتحادي انطلق من المجلس الاستشاري بالشارقة، أحد المراكز 9 في الدولة التي فتحت أبوابها لراغب خوض تجربة الانتخابات المقبلة للعرس الديمقراطي. بالنسبة لأول يوم في فترة تسجيل المرشحين، الأمور على خير ما يرام، الإقبال طيب، وشهدنا الحمد لله أول حالة تسجيل لامرأة إماراتية، وهذا فال خير وبشرة طيبة يعني نزفها للجمهور. مرشح نفسه فهو طبعا الحين بعد فترة ترشيح بنبدأ فترة الحملات الانتخابية، ويبدأ يقدر يروج لدعاية وحملة الانتخابية عن طريق كافة وسائل الدعاية المشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. عملية الترشح شهدت إقبالا من المرشحين في اليوم الأول لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسط فخر وفرحة ارتسمت على وجوههم لخدمة هذا الوطن الماطى. والأجواء أنا لاحظها أجواء إيجابية وفي سلاسة في إجراءات التسجيل، خاصة أني أنا أخذت استغرقت عملية التسجيل 5 دقائق لأكثر يعني. التسابق على تسجيل المرشحين لم يمنع لؤي من دخول مضمار السباق تجاه المجلس الوطني، مدفوعا بإصراره لتحدي إعاقته قبل تحديه لغيره، وليبرز أنه قادر على خدمة وطنه أسوة بالآخرين. طبعا أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة بصرية هذه أولا، ثانيا طبعا يعني رشحت نفسي المرة الثانية. الأمور اختلفت الآن من السابق، أصبح أن الكفيف يستطيع التواصل مع الناس عن طريق الأجهزة الناطقة، وكذلك نميت موهبة جديدة فيني يعني اللي هي كتابة المقالات بشكل أسبوعي.
إذن حتى نهاية اليوم الأول مع الساعة الثالثة ظهرا بلغ عدد المرشحين في الشارقة 22، من ضمنهم 3 سيدات، كما وسجلت اللجنة حالة ترشيح بالوكالة القانونية ليستمر استقبال المرشحين حتى نهاية الأسبوع الجاري. مع بدء التقدم بالترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الأول، هناك إقبال ملحوظ من قبل المرشحين للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الديمقراطي. لأخبار الدار ريم عيسى من مقر المجلس الاستشاري بالشارقة. ولتسليط الضوء أكثر على عملية استقبال المرشحين في مختلف إمارات الدولة، ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة أحمد بن شبيب الظاهري، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات. سعادتك مرحبا بك. مرحبا أستاذي. 9 مراكز على مستوى الدولة بدأت اليوم استقبال المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كيف كانت عملية الإقبال بشكل عام خلال اليوم الأول؟ بسم الله والحمد لله، يعني كان إقبال وتحمس كبير من جميع الجمهور الكريم لزيارة المراكز 9، كزيارة للمركز أو للاستفسار في المركز أو المجموعة اللي هي أوراقهم جاهزة بدأوا يسجلون، وهذا اللي أوصل العدد إلى 102 مسجل في اليوم الأول. ما هي فائدة هذه المرحلة من بين مراحل الانتخابات التي ستعقد في 3 أكتوبر سعادتك؟ مرحلة مهمة، لأن بالمرشحين وبحملاتهم الانتخابية ومنافستهم سوف يكون هناك انتخابات، وسوف يكون هناك حضور جماهيري لدعم مرشحينهم، وتطلع لنا إن شاء الله الاختيار المميز لهذا العام مقارنة بعام 2011. نعم سعادتك، ما المطلوب من المرشحين خلال هذه الفترة؟ والله نتمنى من الجميع بأن يقبل على الترشح، لأن هذه خدمة عامة، هذا أوجه من أوجه رد الجميل للدولة، وبالذات للأشخاص اللي عندهم خدمة طويلة في قطاعات الأعمال الحكومية ولا الخاصة، كذلك الشباب اللي هم يرى بأن يريد أن يخوض هذه التجربة ليمارسها ويحقق، هي كذلك بعد منصة للتعرف على الكفاءات الوطنية المتنوعة من رجال ونساء في هذا المجتمع، حتى يستطيع المجتمع أن يستفيد من خبراتهم إلى المجلس الوطني أو أي مؤسسات أخرى مقبلة مستقبل، وبالذات في الشارقة إذا نتكلم عن انتخابات قادمة للمجلس الاستشاري سوف يستفيد الأعضاء اللي يرشحون نفسهم الآن لمعرفة دخول هذه التجربة وجمع يعني أصوات وتعريف بشخصهم لدخول المجلس الوطني أو المجلس الاستشاري في المستقبل. أكيد سعادة أحمد بن شبيب الظاهري، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا على هذه الإفادة. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما يتداوله المجتمع من أخبار وصور، والزميلة منى المرزوقي. شكرا لك إبراهيم. أهلا بكم. من مواقع التواصل الاجتماعي نضع بين أيديكم أبرز ما تم تداوله في شأن الإماراتي، وبدايتنا من تويتر ومن حساب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تعلن الهيئة عن 100 منحة دراسية جديدة، وفي التغريدة التالية من إذاعة الشارقة وعلى لسان مدير جامعة الشارقة عبر الخط المباشر،
حيث قال تبدأ الدراسة في الفرع الجديد لجامعة الشارقة في الديد، وتشمل البرامج الدراسية على الاقتصاد والقانون والأداب والشريعة والدراسات العليا. ننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، وفيه اخترنا لكم صورة من حساب جمعية الشارقة الخيرية، وفيها خيرية الشارقة تطلق الحملة الأولى لعلاج الأنف والأذن والحنجرة في بنغلاديش، حيث تستهدف الحملة إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لعشرين مريضا على يد فريق طبي متطوع من الجمعية. وصورتنا الأخرى من حساب شرطة الشارقة، حيث نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعاون مع إدارة مركز ميجا مول الشارقة معرض منتجات الأمل لتسويق وعرض منتجات نزلاء المؤسسة. مشاهدينا ومستمعينا، ختاماً بقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميل إبراهيم لنتابع بقية أخبارنا. شكرا لك منى. إلى إيطاليا، حيث وقع الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مقتنيات مكتبة متحف نابليون بجزيرة ألبا الإيطالية إلى جانب الأرشيف الإلكترونية لجميع كتبها ومخطوطاتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني بتعزيز مكانة ودور الإمارات في مجال حفظ التراث العالمي وإتاحته للبشرية. وقع الاتفاقية سعادة الدكتور عبد الله محمد الرئيس مدير وعامل الأرشيف مع ممثلي الجهات المنفذة للمشروع ومدير متحف نابليون في الجزيرة. وأكد سعادته أن المشروع يستهدف الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز المشهد الثقافي العالمي في إطار الاتفاقية التي وقعها الأرشيف العام الماضي مع وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية، فيما سيستغرق سنة كاملة. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. سلطان القاسمي يمنح أندية الإمارة صاحبة الإنجازات 3,270,000 درهم، ويعتمد 500 منحة للمتفوقين للالتحاق بجامعتي الشارقة والأمريكية. محمد بن زايد يجري محادثات مع رئيس وزراء الهند حول علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والقضايا الدولية. مراكز التسجيل في الدولة تبدأ استقبال المرشحين لعضوية المجلس الوطني، والشارقة تستقبل 22 مرشحا منهم 3 نساء وفاقدا للوساطة.